السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا قبل ما نبدأ، ولو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله توصل لكم أول بأول. الريفيو النهاردة هيكون عن ماسكارة بورجوا، جربتها الفترة الأخيرة وحبيت أقول لكم رأيي عنها. هي سعرها 250 245 260 في الحدود دي، بس بيتعمل عليها عروض كتير جدا خاصة الفترة دي. انا جايباها ب160، وفي عروض كمان على سوق وعلى موقع نون على جوميا، بيبقى في عروض ممكن توصل ل145 155، بيبقى فرق السعر كبير جدا، فيفضل ان انتوا تجيبوها في العروض احسن ما تكون غالي عليكم في اوقات تانية. ده شكلها الماسكارا، شكلها حتى لطيف جدا. طبعا برجوا في ماسكارات كتير جدا 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 بتنزلها، وانواع مختلفة واشكال مختلفة، بس انا لما حبيت ادور عن ماسكارا تكون بيرفكت والناس يعني متفقة عليها تقريبا 90% 95%، الناس شكرت في دي الذهبي من برجوا اسمها تويست اب. انا عايزه اقول لكم انها تحفه 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 تحفه، يعني مش عارفه ازاي كانت غايبه عني بصراحه، بس لما جربتها لا فظيعه، يعني حلوه جدا جدا، طول وكثافه وبتخلي شكل رموش كده كانك مركبه رموش يعني، او عامله اكستنشن، فتحفه يعني بجد، تستاهل سعرها حتى لو من غير عرض عادي تستاهل سعرها، فهي عجبتني جدا. وفي برضو حاجة عجبتني، وانتي بتفتحي الماسكارا يعني الماسكارا بيبقى فيه كده زي، انا مش عارفة هي مش هتبان في الفيديو غالبا، بس بيبقى فيه يعني ماسكارا عشان ما تطلعش شايلة تكتلات او شايلة كتل كتير ممكن تكعكلك في الرموش او تعمل شكل مش لطيف، ففيها زي مصفي كده يعني، الحلقة وهي بتخرج منها ضيقة عشان الرموش، الماسكارا اسفه، الماسكارا تخرج من غير اي كلاكيع يعني، بتخرج كده يعني كده، بصوا اهي بيبقى من غير اي كلاكيع موجوده، فالحلقه بتبقى ضيقه جدا وهي بتخرج، عشان يا دوب تخرج بس ايه بكميه مناسبه للرموش. ليه بقى الماسكارا اسمها تويست؟ لان في حاجة فيها خطيرة برضو، من اجمل المميزات واول مرة بصراحة اشوفها في ماسكارا، انها لما بتفتحيها يعني هي زي ما قلت لكم بتطول وبتكثف، فانتي لما بتفتحيها ده بيبقى شكل الفرشة، تمام؟ ده الشكل الطبيعي لما تفتحيها، الجزء اللي فوق ده بقى بيتلف، بيتعمل له تويست كده، تمام؟ اهو يعني في حركة بيتعمل له تويست، شكل الفرشة بيتغير تماما. هي يعني المفروض ان الفرشة دي بتدي طول، شوفوا لما اعمل تويست كده الفرشة بتدي كثافة، شكلها اتغير تماما، بتدي كثافة. لو رجعتوها تاني كده هيبقى الشكل العادي الاول اللي بيدي طول، فهي الميزة دي تحفة بجد، ما شفتهاش قبل كده في اي ماسكارا، فكمان دي حاجه تضاف لها بصراحه، عجبتني جدا. ومش اخر مره اجربها ان شاء الله، يعني انا جربت انواع كتير جدا، بس هي بجد كانك مركبه رموش، مش مستاهله ان انت تعملي اي حاجه تانية في رموشك، فحبيتها قوي، فاتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وتعجبكم يا رب امين. ولو حد جربها منكم يا ريت يكتب لي في الكومنتس ايه رايه. وبس ريفيو النهارده كان سريع كده وخفيف، يعني حبيت بس ان انا اقول لكم عن الماسكارا دي، انا جربتها في فتره قليله جدا بس من اول مره بصراحه جربتها فيها، هي تحفه يعني، فاتمنى ان انتم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتتابعوني على انستغرام، واكتبوا لي رايكم في الكومنتس. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.